وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمسة ونفس عدد ما نستعين الله. اللهم اغفر ذنوبنا كلها ظاهرا وجلالا علانيتها وسرها ما علمنا منها ما لم نعلم. يا أرحم الراحمين فرج الكرب عنا وعن المكروبين أمة سيد المسلمين اجبر كسر المكسورين وأبشر الفرح في قلوب المعزولين وأرحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا وموتى المسلمين وحلق بين قلوب عبادك المؤمنين وانصرنا على أعدائنا يا رب العالمين الشيطان والدجال واليهود ومن والاهم بشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين تبرأنا اليك من كل وصف وفعل لا يرضيك يا رب العالمين خذ بايدينا اليك حتى اقتراب عليك لا حول ولا قوه الا بك لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا سبحانك ما عبدناك حق عبادك. اللهم شفع فينا حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشفع فينا القران والصيام وشفع فينا ما وفقتنا اليه من الاعمال يا رب العالمين وبما وضعته في قلوبنا من محبة الإيمان والإحسان والإسلام يا أرحم الراحمين نتوسل إليك ونتوجه إليك بحبك لنبيك وحبنا لنبيك يا رب العالمين أن تفرج عنا كل كرب وهم وأن تختم بالصالحات أعمالنا وأن تعيذنا من شر كل فتنة وبلية يا رب العالمين نحن وأبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأهلينا وأقربائنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وذرياتهم وسائر المسلمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الحجة الورع أبي محمد عبد الله ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المتوفى بمصر والمدفون بها سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وزواره في الدارين آمين. الحديث 62 وقرأنا فيه مقدمته، وهو حديث الاستخارة في الأمور بإسنادنا عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري بإسناده في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم. عندي في التشكيل في الكتاب بتاعي اللي في خطأ كاتب كنت، هي وإن كنت تصلح التاء ما تضمهاش لتاء الخطاب فتخليها وإن كنت ضمها تبقى تاء المتكلم تبقى تاء المتكلم، لكن هي المفروض تاء الخطاب المخاطب إن كنت يا الله يعني. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال ويسمي حاجته. جالنا سؤال النهارده في موضوع الاستخارة، بيقول في السؤال لو واحد استخار ومشي في الموضوع وجد تيسير لكن ما زال قلبه مقبوض من ناحية الأمر، لكن في الواقع في تيسير لكن قلبه منقبض، يعمل إيه؟ يمشي في الموضوع ويستخير تاني، يكرر الاستخارة ويمشي في الموضوع، يكررها كثير
ويمشي في الموضوع. ده الحل في مثل هذه الأمور. وقفنا على قوله وقوله إذا هم أحدكم بالأمر. هنا بحث قول إذا هم، هل هي على وضعها عند أهل الخواطر أو توسعة في المخاطبة فيريد بهم النية؟ احتمل، والأظهر والله أعلم أن تكون على بابها. ونحن الآن نبين ما ذكره أهل الخواطر، وحينئذ نبين لما كان ما ذكرنا هو الظاهر. فأما الخواطر عندهم فهي ستة، هو بيقسمها ستة وبعض العلماء قسموها خمسة، فلكن الشيخ أبي جمرة هنا مقسمها ستة، الخواطر النفسية ستة. وإن كان قد ذكرناها في أول الكتاب، هو قبل كده ذكرها في أول الكتاب، ولكن لبعدها احتاج الموضع لها فنذكر منها قدر ما تبين به الفائدة. في الترجيح الذي ذكرنا، فأولها أول حاجة الهمة، الهمة اللي هي الهم يعني، ثم اللمة، ثم الخطرة، وهذه الثلاثة عندهم غير مأخوذ بها، ثم نية، ثم إرادة، ثم عزيمة، ثم نية، ثم إرادة، ثم عزيمة، وهذه الثلاثة عندهم مأخوذ بها، وبعضها أشد من بعض. دي تقسيمة، وفي تقسيمة تانية اللي احنا نعرفها واللي انا اميل ليها ان هي ايه، خمسة: هاجس، فخاطر، فحديث نفس، فهم، فايه، فعزم. اهم كده، فهم، فعزم، وبعدين فعل، يبقى هم الخمسة. دي التقسيمة دي أوضح من تقسيمة سيدنا أبي جمرة: هاجس، فخاطر، فحديث نفس، فهم، فعزم. كلها رفعت إلا الأخير به الأخذ قد وقع، يعني لا تؤخذ بكل اللي فات الأربعة الأولانيين، ربنا ما يحكمكش عليه ولا يسأله، إلا الأخير وهو العزم، فبه الأخذ. العزم اللي هو إيه؟ أخذ أسباب التنفيذ بقى قبل حتى ما يزهق، لأن العزم اللي هو النية الجازمة المطابقة للفعل، فالعزم هنا هو تعريف النية، فالنية مطابقة للفعل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نية المرء خير من عمله، مش كده؟ فهل بقى الرسول لما بيقول إذا هم أحدكم، يقصد بالهم الذي هو قبل العزم الذي به في عدم المؤاخذة، ولا يقصد الهم اللي هو عزم إذا عزمت فعليك تقوم تستخير؟ فهمت بقى مسألة؟ فهو لأنه بيقول إذا هم أحدكم، فيكون فائدة ترجيح الهمة أن يكون الحديث على بابه، لأنه أول ما يخطر له الخاطر وليس له فيه تلك الرغبة القوية، فيستخير عند ذلك فيبين له بعد الاستخارة بتوفيق الله الأرجح. لأن الإنسان وقت العزم يصلي قضاء الحاجة، إنما عند الهمة لسه ما زال في التردد فيصلي الاستخارة. يبقى الاستخارة موقع عندما يكون لسه في تردد ما، إنما أول خلاص عزم يبقى تصلي قضاء حاجة بقى، مش استخارة، ان ربنا يقضيه. فهمت؟ فيبين له بعد الاستخارة بتوفيق الله الأرجح، يعني انت بتستخير في مستوي الطرفين، مستوي الطرفين، تكون الاستخارة ترجح لك احد الطرفين، الفعل او عدم الفعل، الاقبال او عدم الاقبال، خدت بالك؟ لكن لو مش مستوي الطرفين، انت ميال لحاجة معينة، يبقى ساعتها مش هتصلي استخارة، تصلي قضاء حاجة. فهمت بقى؟ وإنما قلنا ذلك لأنه إذا تمكن الأمر عنده حتى صار له فيه نية وإرادة فقد حصل له إليه ميل وحب،
وقد قال صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويصيب. فلما تبقى انت ميال لشيء وتيجي تستخير، ما هو الاستخاره هتمشي مع ميلك برضه، فهيبقى انت هواك هتعتبره اختيار ليه. فهمت ازاي؟ لان ميلك اعماك، مش تظهر في التيسير. مش تظهر في التيسير. لا، ما هو مالناش دعوه بالتيسير، احنا بنتكلم امتى بقى تستخير علشان تبقى الاستخاره في على بابها. طب افرض الواحد يعني هو ميال لحاجه وصلى استخاره، مش هيروح النار يعني، بس مش على بابها. فهمت ازاي؟ مش على بابها. لكن هو ساعتها برضه بيصلي قضاء الحاجه، واخد بالك ازاي؟ وايه؟ واصل قضاء الحاجه فيها الدعاء بتاعها، بتقول فيه ايه؟ في قضاء الحاجه بتقول لا اله الا الله الحي الكريم، الحمد لله رب العالمين، سبحان الله رب العرش العظيم، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجه لك رضا الا قضيتها ويسرتها. ففيها حكايه. فهمت ازاي؟ فدي موقعها، يعني لو كانت الحاجه دي اللي انا مايل ليها ذكر رضا فيستر. واضح؟ فانت دعاء قضاء الحاجه في لكن لما تبقى انت ميال لحاجه وتيجي تستخير، مش هتعرف تقرا الاستخاره كويس. لان حبك للشيء يعمي ويصم. واضح؟ فهذا لا يظهر له وجه الارشد لميله للذي عزم عليه، والوجه اخر ايضا لان فيه اظهارا لحقيقه العبوديه. لان انت لما تيجي هتهم بالحاجه وتقوم تستخير، ده دليل لحقيقه العبوديه المبناها الجهل وعدم معرفه المآلات والعجز. هي دي حقيقه العبوديه، جهل وعدم ادراك المآلات يعني المستقبل، واخد بالك؟ والعجز. مش هي دي العبوديه؟ والفقر، اربع صفات في العبد، فقير عاجز لا يدرك المآلات، واخد بالك ازاي؟ وفي نفس الوقت ايه؟ جاهل بما يصلح امره، بل جاهل في علمه، فكيف لا يكون جاهلا في جهله؟ فهمت؟ فمبنى العبوديه قايمه على الجهل والعجز وعدم ادراك المآلات، واخد بالك ازاي؟ وعلى الفقر، الافتقار الى الله. فلما يجي اول ما يخطر في باله ويبتدي هيهم في امره ولسه عنده مستوى ترافلين، يقوم يقول يا رب ان كان خيرا فاقدره وان كان شر، يبقى ده تحقيق بالعبوديه، لانه لا يعرف المآلات ولا يقدر على فعله بذاته. ففيها تحقيق لمقام العبوديه، ادي المعنى اللي هو عايز يقوله. والوجه اخر ايضا لان فيه اظهارا لحقيقه العبوديه، فاول شيء يرد عليه في ذلك لجوءه بسببه الى مولاه، فلحرمه هذا المقام يلطف به، لانه عند اهل المعاملات اعلى المقامات، اللي هو ايه؟ مقام العبوديه والافتقار، مش مقام التصريف. عشان كده الوالي اللي عند اللي في مقام التصريف حاله ادنى، لكن عند العوام يفتكر ان الوالي اللي في مقام التصريف ده حاجه مقام عالي قوي، يشيل السما تنطر ويحط ايده جت فاضيه تجيبه فاضي يطلع فلوس. ده حاول بقى، انما الناس تفتكروا ده والي كبير قوي بقى، ده من اهل التصريف يا عم. لا، تعرف ان الوالي اللي هو مش من اهل التصريف، اللي هو كمال الافتقار، هو يبقى قطب الزمان، ويبقى اهل التصريف دول صبيان عنده. شفت قد ايه بقى؟ بخلاف ما العوام يظنوا، لان المقام العالي للعبد هو السكون والركون تحت ايه؟ اقدار الله. فلا اختيار له، هو يكون مع اقدار الله كالريح والريشه. الريشه وهي الريح بتطيرها، بتختار تقول انا هقع هنا ولا هنام هنا ولا ادخل هنا؟ ما يختارش، لحد ما الريح هي اللي تحطه في الحته دي. حطيته على طين مفيش مانع، حطيته في ظل مفيش مانع، حطيته في شمس مفيش مانع، ما حطيتوش خالص اهو طاير. فيبقى الولي العبد المتعبد الحقيقي يكون مع الله على ما يريد الله، خرج من ارادته لكمال عبوديته، فمالوش اختيار. لأن أصل العبد ما يعرفش يختار. ليه ما يعرفش يختار؟ ما يعرفش المآلات.
وعسى ان تحبوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان وهو شر لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فاذا كنت انت ممكن تحب حاجه وتبقى شر، تكره حاجه، فتحقق بعبوديتك وسلم امرك لله واخرج من اختيارك الى اختياري. واضح؟ فهمت بقى المساله؟ يعني انا كان زمان مثلا ساعات في امتحانات الدكتوراه كانوا ساعات الاساتذه مثلا عشان يحب يسقطك حلال يعني، يقوم يقول لك ايه انت يا ابني ده نذاكر ايه كويس عشان اسالك فيه عشان تقول له الموضوع الفلاني، يقوم يبتدي يذبحك ليه. فهمت ازاي؟ لان اذا كان ده اللي انت مذاكره كويس وبعدين مش عارف تجاوب كويس يبقى مخافيك انا اعظم فيسقطك. فكان لما يجي يسالني واحد منهم اقول لهم كده، اقول له اللي تختاره انت ايه، واخد بالك؟ يقول لي يعني انت كل حاجه مستواك كده، اقول له يا سيدي اللي تختاره انت يعني انت ادرى، احنا جايين انت حلو وسيادتك اللي بتقيم فاختار لنا انت. فهمت ازاي؟ لان يعني احنا التربيه الصوفيه تفيدنا حتى في حياتنا العامه، ان اذا خيرت فلا تختار، اذا خيرت فلا تختار، اترك المشيئه لمن يشاء لمن يخلق ما يشاء ويختار، لان قلب اللي قدامك ده بين اصبعين من اصابع الرحمن هو اللي هيخليه يختار لك. هو ما يجي يختار سبحان الله يقوم يختار الحته اللي انت تعرف تجاوبها، يقوم تبقى بالنسبه له شاطر قوي وانت اصلا جاهل في علمك، يروح منجحك ويديك درجه كويسه. فهمت؟ وساعات يعبر عنها ايه، يقول لك ده واثق في نفسه قوي، ده ما رضاش يختار، ده واثق في نفسه قوي. كنا لما يمتحنونا في كليه الشريعه في امتحان القران في الشفوي، يجي الشيخ بقى ايه اللي هو الاستاذ في الكليه يعني عايز يعني ايه يرقص بالطلبه، فيقول له يا ابني انت حافظ ايه ومراجع ايه في القران؟ يقول له مثلا سوره ياسين. يقول له طب اقرا سوره ياسين. يجي يقرا ما يعرفش. يقول له حتى ما تنفعش تبقى فقي على تربه. اه والله. لكن لما كان يجي يسالني مثلا اقول له اللي تقوله يا بيه اللي تقوله عليه احنا نقول، يوم يجيب لنا اي حاجه بس نمشي. فشوف بقى التربيه الصوفيه ميزتها في ايه، انك انت بتخرجك من اختيارك. كلما تحققت بمقام العبوديه كلما دبر مقامك وحالك ربك. فهمت ازاي؟ فاخرج من اختيارك الى اختيارك. هذه هي دي المساله. انما تقعد طول النهار قاعد تختار وده عاجبني وده مش عاجبني وده مش عارف ايه وده ناقص وده كامل وده ويا ريت ده، طول النهار قاعد في الاخر مش هيعجبه حاجه. واضح؟ عشان كده لو كشف الامر ما اخترت الا ما اختاره الله. لو كشف لك الامر تماما هتسيب المريض على مرضه والمجنون على جنانه والعائل على عقله والحجر في مكانه وكل حاجه مش هتغيرها. شفت قد ايه؟ لو كشف لك يعني. فطالما حكايه لو كشف لك هتختار ما يختاره الله، طب ما تختار من دلوقتي وسلم وفوض واستريح. فهمت بقى المساله؟ لكن التاني اللي مش واخد باله تلاقيه مش عاجبه حاجه خالص ولا نفسه، قاعد طول النهار ينتقد. سيتي اوف ريماركس يعني مدينه الملاحظات، طول النهار قاعد يدي ملحوظات 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 ملحوظات. ايه ده؟ ايه ده؟ مش هيعرف يعيش ده غلبان، وفي الاخر يتنقط ويموت ونستريح ويستريح. فاهم؟ هو نفسه يستريح واللي كان عايش معاهم يستريح. انما التاني قاعد منهمك فيما اراده الله منه. فهمت ازاي؟ ولا يفكر فيما وراء ذلك. سموه عباده الوقت. انا ربنا عايز دلوقتي اصلي يبقى مخي في الصلاه. بعد شويه انا في العمل، عايز دلوقتي اتقن العمل يبقى مخه في الاتقان. مش يبقى في العمل بيفكر في مراته، وعند مراته بيفكر في التجاره، وفي التجاره بيفكر في العيال، وفي الصلاه بيفكر في كل حاجه الا عباده مولاه، فتلاقيه مشوش. فهمت ازاي؟ لانه بيحط كل حاجه مش في مكانها. فدي بيسموها عباده الوقت. كل وقت يريد ان يظهر منك عباده معينه فتفرغ لها. زي بالظبط يجي وقت الصيام، جاء رمضان وعايزين نصوم، يوم واحد يقول لك ايه؟ مفيش احلى من الصلاه على النبي. يقعد طول النهار يصلي على النبي ويفطر ما يصومش. يا سيدي وقت الصيام احسن عباده هي الصيام. فهمت بقى ازاي؟ فما تشغلش نفسك بغيرها. فكل حاجه كل عباده. يجي مثلا في شغله بيعمل صنعته
يوم يقعد يذكر ربنا بلسانه فبيسرح فما يتقنش الصنع. فيبقى كده اختار العبادة الأدنى، لأن الإتقان حال الصنعة هي العبادة الأعلى. ليبلوكم أيكم إيه أحسن عمل. فأنا بعمل شغلي أركز في شغلي، بذكر ربنا أركز في الذكر، بصلي أركز في الصلاة، بقعد بهزر مع مراتي أركز في الهزار، ويبقى دمي خفيف قوي قاعدين بنهزر تمام، مبيبقاش مخي مشغول بحاجة تانية. أقعد ألعب مع العيال أبقى أعيل منهم وأفكر بمخ العيال، تلاقيك إيه بتاخد حظك من كل شيء. فهمت إزاي؟ لكن تقعد تلعب مع العيال وأنت عامل نفسك شيخ كبير حكيم، العيال هتستثقل دمك حتى. واخد بالك؟ خليك عيل مع العيال. شفت بقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان جميل، كان ايه؟ كان ينام يمشي على رجليه وايديه ويركب الحسن والحسين على ظهره ويمشي، قول نعمة الدابة لكما. ينسى انه رسول الله، انه اعظم الخلق، ويتبسط مع احفاده. فهمت ازاي؟ ويلاعبهم فياخد حظه من كل شيء، لكن ما فيش شيء ياخد حظه منه، لانه هو لله، عبد لله. فربنا خلق لك الاشياء تاخذ حظك منها، وخلقك له لياخذ حظه منك. فهمت بقى؟ كل المعاني دي اتكلم عنها الصوفيه، وعلموا اولادهم ازاي يعيشوا كده. وعشان كده تجد الصوفي تجده في عمله ناجح، وفي عبادته ناجح، وفي بيته ناجح، ومع الاصدقاء ناجح، ومع كل، تلاقيه محبوب في الاخر. ليه؟ لانه مش مشوش الفكر ولا الوجدان. فناخد بالنا من الحكايه دي. عشان كده بيقول لك هنا، لان عند اهل المعاملات اللي هو اهل التصوف يعني اعلى المقامات، اللي هو اللجوء الى الله والاستشعار بالعجز وعدم العلم بالمآلات. واخد بالك؟ هذا في حد ذاته اعظم حاجه يستشعر يكون العبد فيها، وهو اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يقول لك تحقق بوصفك ونعتك فيغطيك بوصفه ونعته. هيقولها كده في الحكم. سيدنا ابن احمد بن عطاء يقول لك تحقق بوصفك ونعتك، يغطيك بوصفه ونعته، تحقق بالعجز فيقدرك، تحقق بالجهل فيعلمك. شفت ازاي؟ تحقق بعدم الحكمه فيجعلك من الحكماء. عدم الادراك المآلات. اخرج من نفسك واختيارك الى اختياره. فهمت؟ وعلشان كده ايه؟ اجعلني لا اختار الا ما تختار. كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنته. في حديث كده في روايه كنته. فدي نقطه هامه. التحقق هنا اللي هو الاقرار يعني اقر بانه التحقق انك انت تستشعر انك انت بغير مولاك لا شيء. بالعكس. ايوه، ما هو التحقق انك انت تبقى عايش هذا، تبقى عايش وشاعر بيها. مش حكايه اوتيتو على العلم من عندي، ده وما بكم من نعمه فمن الله. فما تستشعرش ان اي نجاح حققته كان بسبب جهدك، لا، ده بسبب توفيق الله. فتستشعر هذا المعنى. واحتمل بأن تكون الهمة بمعنى النية، ويكون وجه الفقه في أن النفس لا تخلو من الخطرات، وأكثرها لا تثبت ولا يعمل عليها، فلا يستخير إلا على شيء ينوي ويعزم عليه، لئلا يستخير في أمر لا يعبأ به فيكون فيه سوء أدب. وعلى هذا التعليل يرجح الثاني الأول، ويكون فيه معنى ما من قوله كما يعلمنا السورة، كما يعلمنا السورة من القرآن، لأن القرآن لا يقرأ إلا بجمع القلب عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفت فقوموا عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين من غير الفريضة، هنا بحث. قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة ولم يشترط فيها صلاة، وهنا جعل من شرطها صلاة تختص بها. فهل هذا تعبد لا يعقل له معنى أو له معنى معقول؟ فإن قلنا بأنه تعبد فلا بحث، لأن التعبدي علته غائبة نعرفها شوية، فلا بحث.
وإن قلنا بأنه معقول المعنى فنحتاج إذن إلى بيان الحكمة في ذلك، وهذا هو الأظهر أن يكون لحكمة، إذ بالقطع لا يفعل الشارع شيئا من الأشياء إلا لحكمة. فنقول والله أعلم إن الحكمة هنا هي أنه لما أن كان هذا الدعاء من أكبر الأشياء، إذ أنه عليه السلام أراد به الجمع بين صلاح الدين والدنيا والآخرة، فطالب هذه الحاجة يحتاج إلى قرع باب الملك بأدب وحال يناسب ما يطلب، ولا شيء أرفع مما يقرع به باب المولى من الصلاة، لما فيها من الجمع بين التعظيم لله سبحانه والثناء عليه والافتقار إليه حالا ومقالا، وذكره عز وجل وتلاوة كتابه الذي وتلاوة كتابه الذي به مفاتح الخير من الشفاء والهدى والرحمة وغير ذلك مما هو فيه منصوص. ويترتب على ذلك من وجوه الحكمة أن يكون طلب الأشياء بواسطة وإلا يحسب. عندك مكتوبة إيه اليوم؟ اقرأ لي الجملة دي عندك، حد يقرأها لي. وإلا بحسب ما يقتضيه نسبة مطلبه. لا اقرأ لي. ويترتب من أول ويترتب على ذلك من وجوه الحكمة أن يكون طلب الأشياء بواسطة وإلا بحسب ما يقتضيه نسبة مطلبه. وإلا بحسب، بس أنا مكتوبة بالياء. طيب، وإلا بحسب ما يقتضيه نسبة مطلبه. وقد مضى بين الناس في بعض أمثالهم ما يشبه هذا، وهو قولهم من نصب إلى وزة أخذ وزة، ومن نصب إلى عصفور أخذ عصفور. يعني أنت بترمي الشبكة مناسبة للحاجة اللي أنت عايزها، أنت هتصطاد وزة فتعمل خروم الشبكة واسعة شوية عشان تعدي العصافير والحمام، تقوم توقف الوزة، مش كده؟ طب عايز تصطاد عصفور تعمل شبكة خرومها ضيقة شوية عشان لما يخش العصفور فيها ما يعرفش يخرج، فهمت؟ فكل حاجة أنت بتعملها على حسب أنت عايز إيه. حتى اللي بيصطادوا السمك في نوع طعم معين يحبوا نوع معين من السمك، فيقوم يجيب الطعم المعين ده عشان يصطاد النوع اللي هو عايزه، وهكذا. معناه أن الشبكة التي تحبس الوز لا تحبس العصفور، والتي تحبس العصفور لا تحبس الوز، فقد ظهر بينهما مناسبة ما من طريق الحكمة، لأن مقدمات الأشياء على اختلافها كل على ما يليق بها، فهذا هو وضع الحكمة. يعني لما يبقى حاجة أثرها عظيم لابد أنك أنت تلجأ لسبب معظم عشان تحصله، ولا أعظم من الصلاة، لأن أنت بتستخير ربك في أمر واخد بالك متعلق بصلاح دنياك وأخراك، واخد بالك، وفي نفس الوقت ما تعرفش هل هو هيصلحه ولا يفسده، فده أمر مفيش أعظم من كده، وبالتالي لازم تلجأ لأسباب معظمة. الأسباب المعظمة مفيش أعظم من أنك أنت تبقى في حال الصلاة متوجه إلى الله، مفتقر، مثني على الله، ذاكر لله، متوجه للقبلة في أكمل الحالات، وبعدين بعد كده تسأل وأنت في أكمل هذه الحالات. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم يقول، ثم هنا دالة على انتقال الفاعل من حال الصلاة عند تمامها إلى حال الدعاء، لأنها تدل على المهلة. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم، نقف على أول الدعاء بكرة إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.